يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن هذه الأمر النادرة جاء التفكير فيها من خلال رؤية تتمثل في أن كما افترض ما أشعر أحد الزملاء أن الاستثمار في الإنسان هو الأصل في أي مشروع لأي أمة تريد أن تنهض، ولذلك اعتقدنا أن الأصل في كل المشاريع هو الدراسات الترقبية التي تركز على بناء الإنسان اعتقادنا أن المشكلة المركزية التي نواجهها ونحن في مرحلة مستعمل ربما توفيقنا لعد ذلك أنها مرحلة التخلف الأصل فيها هو إعادة النظر في الوضع الإنسان لننظر في إمكانيات المساهمة، لا نقول إمكانيات بنائه وإنما نقول إمكانيات المساهمة في إعادة بناء الإنسان لتأهيله من أجل أن يصبح قادرا على أن يستأنف وظيفته في التاريخ. بهذا الشكل أعتقد المشروع الذي سوف تركز عليه وتعمل هذه الدرجات على إنجازه بهذا الشكل أو من خلال هذه الرؤية سوف تحدد محاور الدراسات والبحوث، ولكن من أجل أن أحدد المسألة أكثر أردت أن أعطي بعضا محليا أكثر بموضوع من خلال لاهتمامي به وضعية الإنسان الجزائري، ونتطرق إلى هذا الموضوع بصفة عامة من خلال دراسة التجربة التربوية الجزائرية، وحددنا هذه المسألة على مستوى مراحل ثلاث. الحقيقة أن مسألة الحديث عن التربية في الجزائر هي مسألة أعتقد تتعلق بالحديث عن هل لنا تجربة تربوية أصيلة وهل يمكن أن نستثمرها في بناء مستقبلنا. لذلك حددنا محاورنا في المستقبل إن شاء الله محور الماضي ومحور الواقع الحاضر ومحور المستقبل إن شاء الله، ربما نركز على دراسة كل ما له علاقة بهذه المحاور الثلاث. من الأمور التي أفكر فيها أيضا هي تشجيع الطاقات البحثية أو الكفاءات البحثية المؤهلة وإيجاد الفضائل من أجل أن نستثمر كل هذه الكفاءات من أجل بناء رؤية ربما نستطيع إن شاء الله في المستقبل أن نساهم من خلالها في إعادة بناء الإنسان الجزائري إن شاء الله.